السنة الماضية مزبوط إنه ما كان عندنا ثلج، كانت سنة غريبة مش قاطع قبل مثلها. نتأمل إنه السنة ما تجي سنة تانية كمان بهالشكل. إن شاء الله السنة محضرين حالنا وإن شاء الله بيجي ثلج لنكون كل العالم مبسوطة وعم سكي. أحسن بيلعبوا شوي عطيني ميلي، بعدين هيديك، بعدين بيرجعوا بيطلعوا. المسعفين طبعاً بيتجولوا بشكل دايم على كل المصاعد. إذا بدنا ناخد نحنا كمحطة سكي كتير مهم، بس كتير مهم مش للسكي بس، لمحطة التزلج مهم للمنطقة كلها، لكل المنطقة يلي بتتأثر الكوميرس مثل ما نقول، بيتأثر كله بالسكي بالثلج. إذا كان عندنا ثلج المطاعم بيشتغلوا أحسن، المحلات بيبيعوا أكثر، محلات سكي، حتى الناس يلي عندهم تفاح وبيبيعون على الطريق بيبيعوا أغراضهم بيبيعوا كل ولما بيكون في سكي مثل ما بتشوفي إنه المنطقة فاضية. ما يعني يختلف انه كل العالم بيوقف شغله تقريبا، ف يعني نحن بحاجه انه تتلج، فبنآمن انه لازم تتلج، فبنصلي تتلج، لان عن جد كل العالم بتروح بكوارث هون اذا ما تلجت الدنيا، لانه اتكالهم على التلج اكثر من الصيفيه. ما حدا في حط حق على حدا، لانه بالنهايه هيدي الطبيعه، فالطبيعه هي بتقرر الله بينعم علينا بتلج او ما بينعم علينا، فما فينا غير ندعي لله يعني، بس انه هذا شيء طبيعي مش شيء نحن فينا نتحكم فيه.